مساء الخير، انا جاي من العراق، جيت استشاره يم الدكتور مهدي بخشاي وان شاء الله باكر عمليتي. جيت عن طريق الانترنت بحثت، يعني هاي السنه الثانيه ابحث، ولقيت الدكتور مهدي بخشاي وسالت، يعني اكو ناس اعرفهم مسوين عندهم العمليه وكلش طبيعيه وحلوه، يعني مو ما بين، يعني بين تفاصيلها طبيعيه. بس احنا قاعد نكمل بالاجراءات قبل العمليه، وعملياتنا ان شاء الله بعد ساعتين.